يعني هنبدأ من ملف الحماية الاجتماعية، كيف ترى دور الدولة في هذا الملف في السنوات الماضية؟ هو الدولة أولت اهتمام كبير لهذا الملف، لأنه الملف ده كان من الضروري التعامل معاه بشكل عميق وبشكل أكثر جدية. هذا الملف مواكب لأزمات دولية اقتصادية، مواكب لجائحة كورونا اللي أثرت على العالم اقتصاديا وفي كل المجالات، وكان لابد من وجود برنامج أو برامج موازية لكل هذه الأزمات لكي تحمي الفئات الأكثر فقرا والأكثر احتياجا وتحسين مستوى حياتهم وإدماجهم في مشروعات التنمية المستدامة من خلال رفع مستوياتهم صحيا وإسكانيا وبدعم مالي مباشر وبدعم مشروعات صغيرة، وذلك من خلال برامج معينة. كان هذا كله تحت نظر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اللي كانت بتطالب مصر ببرامج أكثر يعني واقعية وأكثر تأثيرا في الحياة بالنسبة للمواطن. بدأت الصورة تتغير بعد سنوات، وأصبحت هذه البرامج وعلى رأسها حياة كريمة برامج مؤثرة في حياة المواطن المصري، ونسبة كبيرة منه تصل أهدافها إلى تغطية معظم أو 60% من عدد سكان الشعب المصري. المرحلة الثالثة هتغطي نسبة كبيرة بتحسينات في الدخول وبتحسينات في الوظائف في الأماكن اللي موجود فيها هؤلاء المواطنين. الإجمالي بتاع مشروعات حياة كريمة يصل إلى 800-900 مليار جنيه، وهذا رقم كبير، لكن كان لابد منه لأن المواطن المصري يتحمل ويساند الدولة. نتكلم عن حياة كريمة بتفصيل، لكن فيما يخص القرارات الرئاسية الأخيرة من زيادة أجور ومعاشات وحد الإعفاء الضريبي، شايف هذه القرارات إزاي فيما يخص طبعا فكرة الحماية الاجتماعية؟ ده طبعا جزء مهم جدا من الحماية الاجتماعية، وكل مرحلة بتتطلب نوع من الدفعات أو الدفعات لهذه الحماية، وجاءت قرارات الرئيس لتخاطب ملايين من المواطنين سواء من الموظفين أو الفلاحين. إدى إعفاءات للفلاحين المتعسرين في تواريخ معينة، بنك زراعي، إدى توجيهات بأن البنك الزراعي يعمل مبادرات معينة للتخفيف عن الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، أعطى إعفاءات ضريبية أو رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للموظفين لدرجات معينة، إدى للمعاشات 300 جنيه إضافة إلى 300 جنيه السابقين بقوا 600 جنيه، هذه 300 جنيه تصل في مجموعها إلى مليارات. كل دي كانت، وطبعا البدل بتاع الصحفيين، وده أمر مهم جدا بالنسبة لنا يعني طبعا دي مبادرة طيبة من السيد الرئيس. كل ده يعني نوع من الحماية وعنصر من عناصر المظلة الاجتماعية المهمة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية. جزء من الحماية الاجتماعية واحنا بنربط ده بحياة كريمة، فكرة السكن الملائم، الصحة، الخدمة الصحية الجيدة المقدمة للمواطن المصري، وأعتقد كل ده مشمول داخل حياة كريمة. النظام الحماية الاجتماعية كامل، يشمل صحة، يشمل سكن، يشمل إعانات نقدية مباشرة، يشمل معاشات لمن يحتاج المعاشات كرامة وتكافل، يشمل أيضا مجال التعليم، يشمل مجالات عديدة. وعاوز أقول لحضرتك أن المنظمات الدولية كل في مجال اهتمامه أشاد ببرامج حماية معينة. البنك الدولي أشاد بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية المواكب للإصلاح الاقتصادي. صندوق النقد الدولي لابد ان كان يكون في هذه البرامج للحماية الاجتماعية. منظمة الأمم المتحدة اللي كانت بتطالب مصر دايما بوجود مثل هذه البرامج لمساعدة الفئات الأكثر فقرا.